السلام عليكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من تحليل أنديل. مطلوب رأي عاجل جدا جدا جدا، رأي مطلوب من جماعة الإخوان ومن أي حد متعاطف معاهم ومن إعلام قطر ومن إعلام الإخوان الممول قطريا طبعا. انتوا ليه النهار بتقولوا إن أردوغان هو نعمة الزعيم وإنه حامي الديار العربية والإسلامية وهو؟ ماشي يا سيدي، مش هنناقشكم في الكلام ده دلوقتي، بس أنا عايز آخد رأيكم في مسألة مش عارف أنام منها لا ليل ولا نهار، مسهراني بصراحة وبحاول ألاقي لها مبرر ومش عارف، ممكن تساعدوني أفادكم الله؟ عايز حد منكم يفتيني فيها ويفهمني المبررات بتاعتها. الحاجة دي ان اردوغان سنة 2015 عمل تحالفات مع ايران ومع روسيا بخصوص سوريا، طبعا سوريا اللي ايران وروسيا اللي تركيا تحالفت معاهم بيحموا حكم بشار الاسد فيها، وانتوا فهمتونا انه التحالف اللي عمله اردوغان مع بوتين وروحاني ده لصالح الشعب السوري، وقلتوا ان اردوغان حقق فيها مكاسب كبيرة جدا لصالح الشعب السوري المظلوم اللي اردوغان سحله وسحقه. ماشي يا سيدي، مش مشكلة، أنا معك. المهم سؤالي ومشكلتي مش هنا، مشكلتي إني بس عايز حد يفهمني النظرية دي. الروس ونظام بشار قصفوا مواقع للجيش التركي في مدينة إدلب، واتقتل في القصف ده عشرات من الجنود الأتراك. طيب يا ناس يا عالم يا هو، ليه لما حصل ده أردوغان طفش السوريين اللاجئين اللي عنده وزجهم في الموضوع وكأنه بينتقم منهم هم، برغم إن هم هربانين من جحيم بشار مش مؤيدين له؟ ليه غماهم على الحدود اليونانية؟ في إيه يا جدعان؟ هو إيه الربط ما بين الموضوع ده والموضوع ده؟ هو لما تتقصف في المواقع اللي هو جيشه فيها ويتقتلوا عشرات الجنود يقوم يطفش اللاجئين السوريين اللي لجأوا له واتحموا به وهو قال لهم اهلا وسهلا بيكم وانتم المهاجرون ونحن الانصار، يقوم يطفشهم ويرميهم بره البلد علشان يتهانوا ويتذلوا ويتبهدلوا على الحدود اليونانيه التركيه؟ اقسم بالله انا مش لاقي لها اي مبرر اطلاقا. المبرر الوحيد اللي عندي ان دي مش اكتر من عمليه الهاء بيعملها اردوغان للشعب التركي علشان يلهيهم على الخازوق الكبير اللي قعد عليه في موسكو لما كان في زياره بوتين، وبالمره بيبتز الاتحاد الاوروبي باللاجئين علشان يقبض له منهم كام مليار زي قبل كده، ويروح يقول لشعبه بصوا بقى انا جدع جبت لكم مليارات اهم للاتحاد الاوروبي. وفي كل الاحوال اللي بيدفع الثمن هم السوريين اللي موجودين في تركيا اللي العنصريه التركيه شغاله عليهم تنمر واعتداءات وبتتهان كرامتهم على حدود اليونان. الغريب في الموضوع التغريده ده اللي هقراها لكم دلوقتي او الخبر اللي هقراه لكم عاجل: اردوغان سنواصل الاجراء الحالي في حدودنا مع اوروبا لغايه تلبيه جميع تطلعاتنا بشكل ملموس بما في ذلك فتح فصول حريه التنقل وتحديث الاتحاد الجمركي والدعم المالي. ده ابتزاز علني، هو عايز يدخل الاتحاد الاوروبي بالفعل، او على الاقل من غير ما يدخل تتطبق عليه اجراءات الدول العضوه في الاتحاد الاوروبي. طب يبتزهم باللاجئين السوريين والتغريده دي فتح الموضوع خالص. فيا جماعه الاخوان ويا اعلام قطر، يا معتز ويا ناصر ويا زوبع ويا جوادي ويا سجري ويا صالح الازرق، يا جمال يا ريان، بالذات انت يا جمال يا ريان، اربطوا لي انتوا الموضوع وبرروا لي وفهموني، يمكن انا مش فاهم ليه اردوغان بينتقم لمقتل عشرات الجنود الاتراك في ادلب بانه يرمي اللاجئين السوريين اللي اتحموا بيه على الحدود اليونانيه. ده انتوا شغالين له تهليل وتطبيل وتسقيف وزمر ورقص ليل ونهار، وبتعتبروا ان هو زعيم اسلامي وزعيم انساني وبتحاولوا تصوروا ده للعالم العربي والاسلامي كله. فيا ريت حد منكم يطلع ويبرر لي موضوع الربط ما بين الجنود اللي اتقتلوا في ادلب وما بين رمي السوريين على الحدود. معقوله مفيش حد فيكم يقدر يبررها ولا يقدر يرقعها؟ معقول الكلام ده؟ ولا انتوا بس شغالين زي البربروات بتقولوا بس الكلام اللي ممولكم بيبعت لكم السكريبت بتاعه مع شيك الفلوس؟ وطبعا اوامر الكفيل بتاعكم والممول بتاعكم هي التهليل والتطبيل ورقص الاردوغان ولحس جزمته كمان. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ومستني منكم رد لو كنتم رجاله او لو كان عندكم رد. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.